السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الجميع؟ إن شاء الله بخير. اليوم بإذن الله راح أشرح الجزء الثالث من الباتش 7.23 والأبديتين اللي نزلوا بعده على طول. بالنسبة للتعديلات اللي عملوها على الهيروز عندكم، حنبدأ حاختصر الوقت بقدر الإمكان، فالأشياء البسيطة جدا حأسحب عليها وحروح على الأشياء المهمة أكثر. الكيو تبعت أبدون صارت ما تقتله، مثل ما بتعرفوا كيو أبدون يا بتدمج اللي ضده يا بتنقص يا بتنقص دم اللي ضده يا بتزود دم اللي معه، بس بنفس القيمة اللي بيستخدمها. يعني حينقص من دمه 200، حينقص من اللي ضده 200، او حينقص من نفسه 200 ويزيد صاحبه 200. زمان كان يقتل نفسه فيها، كان يقدر يقتل نفسه فيها، الان ما يقدر يقتل نفسه فيها خلاص. بالنسبة للالكيمست بف اعطوه شوية بفات. بالنسبة لانشنت اوبريشنال عدلوا السبتر. بالنسبة لانتي ميج اعطوه بف في الكيو. الالتيميت صارت ما تشتغل على ما صارت تشتغل على البي كي بي. هذا بالنسبة لانتيميج، هذه الأشياء المهمة. بالنسبة لأرك نرفوا دمج التالنت وزادوا مدة الألتيميت تاعه. بالنسبة لأكس عملوا له ريسكيل، يعني عدلوا أشياء، ضاعفوا أشياء وقووا أشياء. هذا باف تقريبا وهذا تقريبا نيرف، فتقدر تقول ريسكيل. ألتيميت أكس صار يجي على البي كي بي، ظهر اول ما كان يجي على البي كي بي، الان صار يجي على البي كي بي. بين عملوا له ريورك تقريبا نفس الهيرو، عدلوا تالنتاته وبس، صار عنده الاي باسيف، صار اذا عمل اي سبيل يصير في البف تاع الانفيبل اسمه انفيبل بيشتغل. الانفيبل بينقص 30 ماجيك ريزيستنس وستاتس ريزيستنس. الستاتس ريزيستنس 30% والماجيك ريزيست 16% مدة 8 ثواني إذا استخدم أي سكيل عليك. بالنسبة لبترايدر جاله بف. بالنسبة لبيست ماستر جاله بف تقريبا. بلوت سيكر نرفوه جاله نيرف. فالألتيميت بالنسبة للأجيليتي جالوا ريسكيل، سووا ريسكيل، نقصوا شيء وزودوا شيء، زادوا دمج البلود ريج. بالنسبة للبونتي هنتر صار التراك يعطي موف سبيد أكثر. بالنسبة للبرو ماستر مختصر المفيد الهيرو جالوا بف، بف وشي بسيط من النيرفات فيعتبر بف تقريبا. بالنسبة لبريستل باك جاله بف على الماكس ليفل. بالنسبة لسنتار نفس الموضوع جاله بف. بالنسبة لكيوس نايت تقريبا نيرف قوي، هو بين نيرف ونيرف قوي لأنه الأجيليتي عنده عدموه وعدلوا أشياء كثيرة، بس بالمختصر المفيد عدلوا السبتر تاعت سي كي، صار إذا صار ولما تسوي ألتيميت يطلع نسخة من كل تيمك. هذا السبتر باختصار. تمام. بالنسبة لتشين جالوا نيرف بالمختصر يعني. بالنسبة لكلينكس جالوا ريورك. الريورك طبعا بف، يعني باختصار بف بدون ما اشرح لكم اياه لانه مليان كتابة مثل ما انتم شايفين. مختصر مفيد انه الهيرو جالوا بف. انا ان شاء الله اغلب الهيروات اللي فيها بف او نيرف حاشرحها بفيديو لحالها، ولكن الى الان انا باختصر لكم الاشياء هذه. اللي ما يحب يقرأ وبس حاب يعرف الهيرو جالوا بف او نيرف حاختصر عليه الموضوع وبقول له اياه. الهيروات اللي صار لها تغيير كبير انا حاشرحه، بس الهيروات اللي تغييراتها بسيطة او كلامها كثير وغير ملحوظ ما راح اشرحها. بالنسبة لكلوك ضافوا له بالسبتر
صار في مهارة تعطي 40% موف سبيد و200 اتاك سبيد لمدة 8 ثواني. بعد ما تنتهي مدة 8 ثواني حيجي له ستان 4 ثواني. مدة الشيء هذا المهارة الجديدة 60 ثانية، تستهلك 150 مانا. بالنسبة لكريستال ميدن سولها بلتري وورك، اعطوها ماجيك ريزيست في الباسيف، واعطوها سيلف مانا ريجن، واعطوها بيس مانا ريجن. دارك سير اعطوله بف، دارك ويلو اعطوها بف كمان، دازل صار هلا تغيرت السبتر تبعيته، صار شادو ويف باونس زاد لثلاثة، الرينج 200، كل واحد من الالايز اللي معه تجي عليه تسوي له ديسبل، يعني اذا كان عليه سايلنت او ستان او شي بتشيله من عليه. ديث بروفيت جالها بف، بيس انتليجنت زاد ثلاثة، ديسربتر جاله تقريبا بف، جاله بف بالعربي. بالنسبة لدوم الهيرو جالو بوف، دراغون نايت جالو بوف للسبتر، صار يقدر يطير مثل وينتر وايفر، يقدر يطير لفوق، يعني يمشي فوق الطلعات والنزلات او الحجارة او الابراج، صار يقدر يطلع فوقها كلها. التالنت ليفل 20 من جولد بير مينت، عدلوها الى 20 كول داون ريدكشن. بالنسبة لدراو رينجر اختصار كل هالموضوع، شالوا الاي، عدلوا الاي تاع الهيرو، خلوها سكلة ثانية تضرب كذا ضربات اي وي لقدام. الهيرو جالوا نيرف عنيف كل الاشكال وكل الالوان. بالنسبة لايث سبيرت اخيرا الهيرو جالوا شوية بفات، زادوا بيس انتليجنت، زادوا التالنت من اغيروا التالنت من 10 انتليجنت ل 300 رولينج بولدر ديستنس، مدى المهارة صار ابعد يستخدمها. تعديلات في التالنت زيادة باف باف، زادوا ارمور واحد وزادوا دمجوا 10 في التالنت. بالنسبة لارث شيكر مشان توتم سبتر ليب دوريشن زادوا لثانية بدل ما يكون 75. هم قصدهم في هذه الليب اللي هي اذا شفتوا شيكر مع سبتر وقاعد ينط، هذه النطة صارت اطول، زادت ربع ثانية. طيب النطة صار اذا واحد ستنك وانت ناط او سوالك روت يجي عليك، كان اول ما يجي عليك شيء وانت ناط كان اذا نطيت خلاص ما في شيء يوقفك، الان صارت توقفك. السكيل لانشات من توتم فيها اتاك رينج الحين، يعني صار الهيرو يضرب من مسافة ابعد عنه، مو شرط تكون واقف قدامه عشان يضربك، صار يضرب يضرب من مسافة ابعد. الالتيميت جالها باف، ايكو سلام بيس دامج انكريست من 100 ل 100 140 180، باف رهيب للهيرو. طبعا التيميت إلدر تايتان صارت تيجي على المشغلين حتى بكبي. طبعا بالنسبة للسبتر صار اذا رجع لك الجوست انتو عرفتوا إلدر تايتان بيطلع منه، بيطلع مثله هيك وحش بحركه وبعدين بيختار وين يعمل ستان. الان اذا كان معه سبتر هذا النسخة اللي بيطلعها منه، اذا مرت على مثلا ثلاث هيروات ورجع له الشبح منه، شبحه هو، بيصير عنده 2 ضرب 3 اللي هم 3 هيروات، بيصير عنده 6 ثواني سبيل اميونيتي، بيصير ما بيجي عليه مهارات ابدا مدة 6 ثواني. اذا شبح كل هيروات بيصير عنده 10 ثواني ولك الحسبة. يعني بالنسبة لامبر جاله بف بالمختصر. بالنسبة لانشانترس مختصر مفيد، الالتيميت تبع انشانترس صار الكيو صارت الالتيميت. مثل ما تتذكروا الكيو القديمة كانت تخلي الاتاك سبيد تاع اللي ضدك ابطا ما يقدر يضربك، صارت الحين الالتيميت بدل
الأسهم اللي كانت ترميها ألتيميت، الأسهم صارت الكيو تبعت الهيرو. وطبعا مع بعض التعديلات عشان يكون الموضوع بالانسد، عدلوا الألتيميت كيف كان دمجها لما صارت سكيلة، وعدلوا نفس الشيء السكيلة كيف صارت لما كانت ألتيميت. بالنسبة لأنيغما، الدمج اللي كان تعمله الإي تاعت أنيغما، الدائرة اللي على الأرض الكبيرة، كانت بيور، كانت دمج كثير بيور، صارت ماجيكال. هذا نيرف، طبعا نيرف قوي للميد نايت بولس. ولكن بالمقابل زادوا دمج السكيلة 2%. مو هذيك الزيادة بصراحة، لأنه لسه نيرف، يعني من ماجيكال لبيور انت قاعد تتكلم على شيء كثير تو ماتش. بالنسبة للتالنت ليفل 10، بدل ما يختار، بدل ما كانت 25 موف سبيد صارت 200 ايديلون اتاك رينج. الايديلون اللي هم الوحوش الصغار اللي طلعها انيغما من اللي يقتلهم فيها، اللي هي الكيوتيبيتو تقريبا او الدبليو، بطلع وحوش صغار يصير الرينج تبع اتاكهم 200. بالنسبة لفويد، مختصر كل هالكلام، الهيرو جالو نيرف. بالنسبة للسبتر جايرو، تغيرت طريقة ال، هو أول يطلق طلقات على اللي حوله، الآن تغيرت فكرة الطلقات هذه، صارت تضرب أبعد ناس عن جايرو، تمام؟ أبعد ناس حول جايرو صار ينضربون أول، مو أقرب ناس، عكسوها. السبتر رينج الضربات بدل ما يكون 600 صار 700. هسكر عدلوا الألتي، عدلوا السبتر، سوري، الدبليو هسكر اللي هي أسهم النار، صارت بدل ما تنقص 15 من دمه صارت تنقص 4%. هذا نيرف، نيرف خرافي. بالنسبة للألتي نفس الموضوع، نرفوها. بالنسبة للألتيميت صارت الآن تشتغل، تجي على البي كي بي، إذا واحد مشغل البي كي بي تقدر تقلت عليه عادي. بالنسبة للسبتر تاعت هاسكر، طبعا أنا لسه أشوفها يوزلس تماما، يعني غير مفيدة. بتخلي اللي أنت مقلت عليه يضربك، يعني مثلا ما يتحرك، يظل موجه وجهه لعندك وقاعد يضربك أوتو أتاك مدة ثانيتين ونص، يعني بتسوي له تنت بالعربي ويصير ما يقدر يهرب. بالنسبة لانفوكر، حاول اختصر لكم بقدر المستطاع موضوع انفوكر. انا قلت فيه هيروات شرحها ما كان مهم ما شرحته، فيه هيروات مثل انفوكر، في ناس كثير تلعب انفوكر فحاشرحه بالتفاصيل كاملة. انفوكر cooldown reduced by invoke cooldown reduced by 0.3 for each orb level. الالتي تاعت انفوكر انتو تتذكرون زمان قبل الباتش كانت تعتمد على السبتر فتنقص الكول داون، سنتصير اقصر في مدة استخدام. الان صارت تعتمد على الاوربات تبعت انفوكر، يعني بالعربي الفصيح، كل ما كان ليفل انفوكر اعلى وملف الكور واكثر، كل ما كان التيتو كول داونها اكثر، تمام؟ بالنسبة للالتي كول داونها زادوا ثانية، بس ما عليكم، حتى لو زادوا ثانيتين الهيرو لسه بروكن في هذا الباتش. يعني عطوه بف ممتاز جدا، ما عاد في داعي تشتري سبتر انت، تمام؟ انفوك نو لونجر بنفيت فروم سبتر، التيت انفوكر ما تصير اسرع بالسبتر، لان هم اوريدي اضافوا لك هذا الموضوع انها تصير اسرع اذا كنت ملفل كوارك اكثر، اللي هي ويكس واكس واكزورت، كواس ويكس واكزورت، سوري. بالنسبة للسبتر، اذا شريت عليه سبتر ايش تسوي الحين؟ السبتر تعطيك الكتاكلزم، لو تتذكرون سكيلة الكتاكلزم كانت في التالنت تري ليفل 20، شالوها من التالنت تري ليفل 20 وخلوها بالسبتر. ما لهم صراحة، السكيلة جدا اوفر باور، يعني سكيلة جدا قوية، فمو مشكلة. انا بالنسبة لي العب من فوكر بدون سبتر لسه الهيرو جدا قوي. بالنسبة للتالنت نرفوها شوي، هذا النرف صراحة كان مستحق، لانه 15 كولد سناب كول داون ريديوس، يعني حرفيا كل ما جهزت كولد سناب انا بحطها عليك، يمكن استنى ثانيتين وبرجع احطها عليك، فكان مبالغ فيها جدا الكولد سناب، فتستاهل نيرف.
نيرف مستحق يعني، مو نيرف نيرف تضعيف لا. بالنسبة للتالنت بدال الكاتاكليزم شالوا لك اياها لانه حطوها في السبتر وعطوك بدالها 10 ثواني كول داون للتورنيدو. بالنسبة للتالنت 25 شالوا 16 ثانية تورنيدو كول داون وخلوها 2 فورج سبيريت ارمور ريدكشن. تمام، هذا بالنسبة لتالنتات انفوكر. طبعا التالنت الثاني في ليفل 25 كانت راديال ديفينينج بلاست، لو تتذكروها اللي تسوي دس ارمو بالدف. فهي بالنسبة للتالنتات انه يا تختار 2 فورج سبيريت ارمور ريدكشن او هذيك التالنت. بالنسبة لآيو خليني اختصر لكم موضوع بف اغلب اللي انا قاعد اشوفه الان بفات. هذا مختصر الهيرو جاكيرو جالو بف زادوا الاتش بي اللي يجيله. بالنسبة لجاكرنوت كان في عنده تالنت ليفل 15 تعطي 50% موف سبيد زادوها ل 75. انا قاعد اشوفهم قاعدين يحاولون يخلون الناس تستخدم هذا التالنت مع انه اغلب الناس مو قاعد تستخدمه لانه مو مره يوسفل للفارم، بس بالفايت يوسفل، بالفارم غير يوسفل غير مفيد. تالنت ليفل 20 من 100 دمج في البليد فيوري ل 130. اوكي سي وير ذس از جون، يبغون الناس تلعب ميجيك جاجر. انيويز سوي نفسك ما سمعت. كيبر اوف ذا لايت جالو تقريبا نيرف، نرفوا التيتو ونرفوا الكاست رينج تاع سكلت البلندنج لايت، والتالنت الكاست رينج نرفوها 100. كونكا عدلوا جالو نيرف طبعا الهيرو، وهذا باختصار. بالنسبة للالتي صارت نفس الكيو ولكن بتخلي بشكل عشوائي حول وتطلع نوافير، يعني النافورة اللي هي الكيو تبعيته صارت الالتيميت صارت السبتر سكيلة جديدة في السبتر بس حوله بشكل كذا عشوائي تطلع دوائر. بالنسبة لليجن كوماندر جالها باف في التالنت. بالنسبة للاشراك جالوا كمان تعديل شوي، شالوا الايفيجن منه عطوا اتش بي زيادة. اغلب الناس بتاخذ اتش بي، ما اتوقع مين حياخذ ايفيجن. بالنسبة للايف ستيلر كلام كثير. هو شوف الهيرو جاله نيرف وبف يعني ريسكيل، يعني في اشياء تنرف فيها وفي اشياء تبفف فيها. فهختصر لك الموضوع واقول لك الهيرو النيرفات اللي جاته مو مثل البفات اللي جاته، فالهيرو يعني صار اقوى تقريبا لانه كل هالاشياء فيها نيرفات وفيها بفات، فالهيرو من الاخر صار اقوى. بالنسبة للينا بف نيرف بف، تقدر تقول جالها بف أكثر من النيرفات. بالنسبة للايون جالوا بف. لون درويد ما أتوقع أني حشرحها الجريدة بصراحة، بس أغلبها أقدر أقول بفات، أغلبها بفس لأنه الهيرو من زمان مسحوب عليه، وهذه أغلبها بفات. ما راح أقعد أقرأ لك إياها كل واحدة بوحدة، اللي مهتم بهيرو لون درويد يروح يقراها، بس انا ما اشوف انه في داعي اشرح هالجريده على بف، يعني هي بالنهايه بف. بالنسبه للونا جالها بف 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 موينج ليف ناو وركس وذ كريتيكال سترايكس، بف خرافي. عدلوا الاي تاعت لونا صارت تعطي اتاك دامج وارمور بونس. بصراحه الهيرو كان بده ارمور شوي، يعني الهيرو لا عنده اتش بي ولا عنده ارمور، يلا شوية ارمور مو غلط. حلو. بالنسبة للايكن جالوا نفس الموضوع نيرف وبف، عدلوا شي وزادوا شي ما راح اشرحه. ماكنوس جالوا بف، جالوا بف كويس، جالوا نيرف وجالوا بف، ولكن بف البف اللي جالوا احسن. مارس نفس الموضوع، جالوا بف ما راح اشرحه. مدوسة نفس الشيء بف، اغلب الاشياء اللي جتها بفات، وطبعا الهيرو كان يحتاج هالبفات بصراحة. هيرو قوي ولكنه ما كان في لهذيك الدرجة قوي. بالنسبة لميبو جالوا بف بف ب
طفين. بالنسبة لميرانا زادوا نسبة الستان. بصراحة هذا نيرف أنا أشوفه قوي بصراحة. كان زمان ليفل 1 يسترك 5 ثواني، الحين صار يسترك 3 ثواني ونص. نيرف قوي يعني. ميرانا رومينج باي باي، ما عاد في ميرانا رومينج مع النيرف هذا. ما أتوقع ميرانا رومينج في أول 5 دقايق في الجيم حتكون مفيدة. هذا بف وهذا بف. بالنسبة لمانكي كينج جالوا بفين، قصروا له كول داون شغلة وزادوا له الفيجن بشغلة. بالنسبة لمورف نيرف، بالنسبة لهذا هذه نيرف، هذه بف وهذه بف. بالنسبة لناجا جالها نيرف وبف، نقصوا منها الاجيليتي جين وعطوها التالنت انكريس. بدل ما يكون 7 ثواني صار 9 ثواني. نيتشر بروفيت جالو بف كمان ممتاز، كانت اكس بيد الهيرو زبالة وفعلا جالو بف على الموضوع. والانتليجنت صار يضرب الهيرو اقوى بشوي. بالنسبة للنيكرو الاورا تاعته اللي بتنقص الاتش بي هارت ستابر زادوها 100 الرينج. قوة الالتيميت زادوها فأول ليفلين بس، ماكس ليفل نفس الشيء. الالتيميت زمان كانت تقدر تستخدمها على المشغل بيكي بي بس ما كانت تسوي دمج، فالحين لغوا هالموضوع، صار ما يمديك تستخدمها عليه ابدا حتى تخلص البيكي بي. بالنسبه للسبتر تاعت نيكرو عدلوها، بتنقص الدبليو تاعت نيكرو 10 ثواني وبتخلي الهارت ستوبر تعمل دمج دبل في الوقت اللي هي فيه شغال. يعني نروح عند نيكرو، هاي الدبليو بالوقت اللي فيها هي شغال حتصير الهارت ستوبر اورا تعمل دمج دبل اذا كان معك سبتر. بالنسبة للتالنت كانوا عاطينه 70 اتاك سبيد شالوها وعطوه 40% هارت ستابل ريجن ريدكشن باف. بالنسبة لتالنت 25 بدال هارت ستابل اورا هذه نيرف، مو ذاك النيرف ولكنها يعني نيرف. نايت ستوكر من الاخر جالو نيرفز يستاهلها، هيرو بروكن. نيكس جالو باف يمشي اسرع. اوغر جالو نيرف، اوكي هذه نيرف وهذه باف. هذه اذا رمى عليك النار حقته وعملت ملتي كاست بدال ما يتجدد الوقت، اذا هي كانت 10 ثواني رماها عليك وجت عليك مرتين 10 ثواني، ما تظل 10 ثواني مثلا تتجدد نفس العشرة وتنقص 9 8، لا تصير مثلا اذا جت عليك مرتين تصير 10 10، تصير 20 يعني بالاخر. فهذا باف حلو وهذا نيرف مو حلو بس يستاهلوا لانه الهيرو تانك بزياده كسبورت. ومنين جالوا بف؟ اوراكل جالوا بف، السبتر تعدلت. طبعا كان عنده سكيلة تعمل روت لو تذكروها اللي تربط اللي ضده، صارت تعمل ستان، فانا اشوفها يعني شيء كويس الستان لانه يقلب اقيام وانتو تعرفوا هالشي، يمكن ستن هيرو بوقت ويموت يعني. بالنسبة لأودي بانجولير جالو تالنت انكريست من 300 إلى 400، زادت 100. التالنت زاد من 2 إلى 4، زادوها ثانيتين، فجالو بفين بانجولير. بالنسبة لفانتوم أساسا التالنت في 20 صار يعطي 30 ايفيجن بدل 25. بالنسبة لفانتوم لانسر عدلوا السبتر، صارت سرعوا يعني قللوا كول داون الرش اللي هي الدبليو تاعت او الاي تاعت بي ال اللي يصير يمشي بسرعة. بالنسبة لفينيكس
باف وباف. صار اذا واحد شغل بيكي بي حياكل الستن، حياكل الستن ستن فينيكس بغض النظر من الماجيك دامج تاع فينيكس، وزادوا له اتش بي. بالنسبة لباك عملوا له فيكس، لها شوية بقات كانت فيه. وارنينج ريفت صار فيها كاست رينج. دريم كويل صار فيها 200 دمج ماكس ليفل، صار فيها دمج يعني دمج غير دمج اللي اذا طلعت من الالتي، دمج بالكاست يعني انا استخدمته صار تعطي دمج غير انك اذا طلعت منها ولا لا. دريم كويل سبتر صارت تعمل دمج على المشغلين بيكي بي. بالنسبة لبج جالو نيرف بوف، عدلوا الالتي صار يقدر ياكل واحد، و مثل الالتي لايف ستيلر في السبتر صار ياكل واحد ويظل هذا اللي هو ماكله في بطنه يسود دمه 4% كل ثانية. تمام. ليفل 20 عدلوا الكول داون ريدكشن، خلوها تنقص بدل الكول داون ريدكشن خلوها 5 ثواني اقل للهوك بالنسبة لتالنت 25. شالوا ال3 ثواني زيادة انك تظل ماسك واحد في التي، صارت دبل دمج هيل، صارت الالتي تسوي دمج اكثر وبتهيل بادج اكثر بدل ما تصير يعني نفس الفكرة تقريبا، ولكن عشان يصير ضدك مو متستن 6 ثواني تقريبا، يصير حياكل نفس الدمج اللي حياكله في 6 ثواني بس حياكله في مدة 3 ثواني. فتقريبا هو نيرف وبف بصراحة، يعني هو بف انك ما تموت بسرعة كبادج بلاير، ولكنه نيرف انك ما تقدر مثلا تمسك واحد وتخلي تيمك يقتله. تمام. طبعا بقنا جالو بوفس، طبعا اغلب بفات لها علاقة بال اللي بيطلعها النذر وورد، ف صارت تعطي صارت تسوي 50 دمج غير حسبة الدمج الخاصة فيها، صارت تسوي 50 دمج وصارت تأذي الهيروات بنفس الطريقة اللي تشتغل فيها الماجيك ستيك. كوين اوف بين جالها بف، ريزر جالو ريورك، تقريبا بف ونيرف فما راح اشرحه، بف ونيرف في نفس الوقت. ريكي صار مثل ريكي القديم، عدلوا فيه اشياء صارت يعني هي نيرفات وبفات، حاول اشرحها على السريع. بالنسبة للاجيلتي تنرف الاجيلتي بالنسبة لتجيله، دمه صار اكثر، زادوا السترينث، دمجه صار اكثر، اتش بي ريجن صار اكثر، ارمور زاد صار اسرع. السموك اللي يسوي لك سايلنس صار ما يخليك بطيء نفس السموك القديم تقريبا. السموك ما عاد صار يخلي الفيجن تاعك اقل. السموك من 10 30 50 70 ل 25 35 45. طيب هذا نيرف وبف تقريبا في الايرلي جيم بف، ولكن في الليت جيم نيرف، لانه زمان يعني في اخر الجيم بدل ما تضربه 70% مس صارت 55. انا بصراحة اشوف هذا شيء عادل اللي سووه، لانه يعني هيرو كذب اذا حط عليك سموك خلاص 70% من ضربك ما يجي عليه، ف 55 منطقي اكثر الرقم. بالنسبة لرينج السموك صار اكبر بالماكس ليفل. وين وصلنا؟ سموك كول داون، الكول داون زاد في الليفلات الاولى بس بالاخر ليفل نفس الكول داون. البلينك صار فيها تشارجين النطة. تمام. هاي ليفلات النطة، يعني انا استخدمت النطتين او نطة واحدة، كم ثانية لين ترجع النطة الثانية
ليفل 1 25، ليفل 2 20، ليفل 3 15، ليفل 4 10. اذا صار ليفل 4 يصير كل 10 ثواني اقدر انط نطه. نرفوا الدمج تاع النطه زي ما انتم شايفين قدامكم، نيرف يعني كويس، بس بالليت جيم النيرف مو كبير، بس 20، بس بالايرلي جيم النيرف كبير، 50 و40 و70، لا و30 سوري، بعدين 20. كلوك ان دجر صارت الالتيميت، شوفوا لكي لو تتذكروا كانت هذه الالتي، صارت هذه الالتي نفس موضوعها زمان. فيد ان ديكي طبعا الضرب من ورا صار زيادة، 1 1.5 و2 زي ما انتم شايفين، وين حشرح لكم اياها من هنا. الضرب اللي من ورا صار بهالشكل، بس صارت بالالت يعني ما صارت في اول الجيم، صارت لازم تكون انت ليفل 6 عشان تضرب من ورا اكثر في الالتيميت. ما عاد صار في اتش بي ريجن لانه هذا الشيء كان كذب بصراحه، هيرو يختفي عنده اتش بي ريجن فشالوا الاتش بي ريجن. هذه ليفلات الاختفاء، اول ليفل 4 ثواني، الثاني 3، الثالث 2. التريك اوف ذا تريد صارت اللي هي الالتيميت، صارت سكله تضرب 4 مرات مده ثانيتين، تسوي هذا دمج في المية ليفل 1 و2 و3 و4 من مجموع دمجك، تضرب شخص عشوائي في الدائرة حتى الكريبز مدى المهارة 400، الكاست رينج 400 ورينجها والراديوس تبيت 450 يعني منطقتها 450، كل داونها بالترتيب التالي ليفل 1 2 3 4 تستهلك 50 مانا. تريك اوف ذا تريد سبتر هاز بين ابديتد، طيب نفس السبتر القديمة انه بتصير اكبر. بالنسبة للتالنت الاجيليتي 8 شالوها وخلوها 25 اتاك سبيد، قاعدين يحاولوا يخلوا الهيرو ما عنده ارمور كثير لانه الاجيليتي حيزود ارمور فعطوه اتاك سبيد بدالها. العشرة تالنت الثانية اللي هي يا اجيليتي يا اتش بي جن خلوها بدال 6 خلوها 8. ال 15 اجيليتي 15 تالنت بدال 8 8 ثواني اقل سموك صارت 5 ثواني اقل بس يعني نيرف. تالنت ليفل 20 تالنت الثاني 15 بدل ما يعطيك 20% زياده كريت اللي هي 1.5 خلوها 35 دمج، شالوا الكريت وحطوا بدالها دمج. ليفل 20 تالنت باك ستاب مالتي بلاير زادوه 0.2 صار يضرب اكثر من ورا. الالتيميت سوري التالنت في 25 بدال ما يصير رينج الاي اللي هي تريك اوف ذا تريد اللي كانت التيميت الدوائر الكبيره، بدل ما تعطي رينج زياده 300 صارت تقصر وقت الكول داون حق السكيلة بمدة 7 ثواني أقل. هذا بالنسبة لريكي. بالنسبة لروبيك أعطوه أرمر 1 هذا باف أكيد يعني، وهذا الثاني كمان باف. بالنسبة لساند كينج باف نفس الشي، شادو ديمون باف، شادو فيند تقريبا نيرف الالتيميت صارت تسوي فير اذا كستها على اللي ضده يعني نيرفين وبف، بس بنفس الوقت اذا مات شادو فيند ما يعني ضده ما يجي له فير، انتو بتعرفوا شو الفير، بس الواحد ما يقدر يتحكم في شخصيته وبتمشي اوتوماتيك على البيس ترجع لورا، اذا كان هو قدام حيرجع لورا للبيس اذا اجى عليه فير. فهي بف ونيرف بنفس الوقت، بف حلو وفيها نيرف يعني للاسف. سايلنسر جاله بف. بالنسبه لسكاي راث ميج
الانشنت سيل كاست رينج تنرف اول ليفل، بس باقي الليفلات جالوا بف، يعني اول ليفل وثاني ليفل هما يعني نفس الليفل الاول، منرف بعدين نفسه، بعدين بف، بعدين بف. التالنت جالها بف اللي هي انشنت سيل كول داون، بدل ما كانت ينقص لك 8 صار ينقص لك 9. طبعا الثانية في دوتا تفرق. الاوي تاعت الستانت سلاردر زادت، صار من 550 ل 600، زيادة بسيطة بس بتفرق. كمان بالنسبة لنطة سلارك، اذا شرى سبتر صار النطة تبعيته الرينج تاعها دبل، وصارت سرعة النطة اسرع، صارت السرعة دبل والمسافة دبل، وصار عنده نطتين. يعني بدل ما يصير عنده نطة واحدة صاروا ثنتين، يعني ثنتين يستخدم واحدة بعدين الثانية تصير جاهزة. بس مو كاتبين قديش تحتاج وقت عشان تجهز الوحدة، بس على الأغلب انه لها علاقة بكل داون السكيل نفسها، فأتوقع انه مكتوبة هناك. بالنسبة للسبكتر بف، بالنسبة للسنايبر بف بف، خلوا السبتر فيها ديسيبل، صلحوا بق سأل سنايبر. كان في ناس زمان تموت من التي سنايبر وهو مشغل بيكي بي، فصلحوها. بالنسبة للتالنت ليفل 20 شالوا تنقيصة الوقت حقت الالتي وخلوها 30 دمج للشارب من الدمج اللي هي الكيو. بالنسبة لسبيرت بريكر صارت سكلات وتشتغل على البيكي بي باختصار، الباش والالتيميت. بالنسبة لستورم الاوفرلورد تالنت اوفرلورد صارت تجي على اللي عليهم اميونيتي، اللي مشغل بيكي بي صارت تجي عليه. بالنسبة لسفن باختصر الموضوع السريع، سفن اذا شرى سبتر يصير مثل سوبرمان، يصير يطير لقدام لعند اللي رمى عليه الستان. بس هذا اللي هو اختصار السبتر. بالنسبة للابيليتي ريورك انا ما اشوف انه في اي ابيليتي ريورك، ما قصدهم فيها السبتر اللي هي عدلوا فيها الستان. بالنسبة للوارك راي نفس ما هي، تعطي ارمور. اوكي صار بدل ما تعطي شيلد وارمور صارت تعطي ارمور ودمج، تعطيهم موف سبيد. طيب اوكي شالوا بس الارمور وعطوه بدالها دمج. بالنسبة للهاي اللي هي قلت لكم عليها السبتر صارت ستن. بالنسبة لتيكيز صار كانسر اكثر، ما راح اشرحه، يورو ما يستاهل ينشرح اصلا. بالنسبة ل تمبلر جالها بف كويس اللي هو الخط اللي يطلع من ضرباتها، صار مدى ابعد، نقص وقت الالتي 15 ثانية. بالنسبة لتيرل بليد مو بف تقريبا يعني، ولكنه ريسكيل، بس انه كويس في اشياء واشياء. اول كان لازم يكون في فيجن عشان تسوي سكيلاتك على اللي ضدك، الحين تضغط على الارض مكان ما تبغى في فيجن او ما في وتشتغل السكيل على اللي ضدك. بالنسبه للالوجينات صارت تعيش اكثر، نرفوا الدمج اللي يجيها، فتقدر تقول بف وهذا تعديل. بالنسبه لتايد هانتر جالو نيرف. تقريبا مو نيرف، تقريبا بس تعديل، لانه ضافوا هم 8 بلوك دامج لكل الهيروات، فالثمانية حسبوها لتايد غير 48 عشان ما يصير بروكن، نقصوا 8 عشان يضيفوا له الثمانية اللي هم تكلموا عليها هنا. بالنسبة لتمبرسو جالوا باف في الاجيليتي، يعني الهيرو صار عنده ارمور اكثر شوي من قبل وصار يضرب اسرع شوي من قبل. تينكر عطوه سترينث انكريس
صار يعيش أكثر، والمانا ريجن زادوها شوي، ولكن هالشوي بتفرق مع تينكر. بالنسبة لتايني جالو بافس، بالنسبة لترول جالو باف وجالو باف، بافين جالو ترول. بالنسبة لتاسك جالو باف، بالنسبة لأندر لورد نفس الموضوع جالو باف. جالو باف ونيرف خفيف. بالنسبة لأنداينج جالو نيرف، نيرف نيرف. وهذه تقريبا بف ونيرف. أورس جالو نيرف موف سبيد، والهيرو ما أصلا معدوم بالموف سبيد، عدمه زيادة. الحين صار ينط لما يسوي الكيو قدام، صراحة كان يحتاج لأنه كيو حقته معدومة. الكيو صار كول داونها من 5 ثواني إلى 9 8 7 6. بالنسبة لفينج اختصار كل هالكلام، جالها بف. بالنسبة لفينومانسر البويزن تبعيته صار يعطي اتش بي ريجن ريجنريت 30% أقل. البويزن نوفا اللي هي الالتي إذا ماني غلطان ما عاد صار اتجاه اللي مشغل بيكي بي. بالنسبة لفايبر، فايبر اتاك سبيدو زاد من 100 لـ 120، بويزن اتاك رينج من 600 لـ 720، بويزن اتاك هزمين ريورك تعدلت سكله، هنا جالها باف من 600 لـ 720، تعدلت سكيلها صارت تنقص الماجيك ريزيست 9% وموف سبيد 12% وتسوي دمج 16 بكل طلقة من البويزن اتاك. الباف يقدر يتراكم على الهيرو اللي ضدك 5 مرات، كل مرة كل مرة يجدد المدة، مدة الثواني اللي حقت البويزن اتاك. يعني بويزن اتاك ما له كول داون، اذا استخدمته 5 مرات هذه الاشياء حتصير ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5، وتصير تجدد الـ4 ثواني هذه، تظل تجدد 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 حتى توقف ضرب، تمر 4 ثواني بعدين تروح هذه الاشياء من عليه. يعني الهيرو صار اجريسيف بزيادة. نذر توكسين كول داون زادوها، صارت تسوي دمج باختصار، صارت تسوي دمج للي يوقف بالدائرة أكثر، لأنه هي مثل دائرة ترمي على الأرض، كل ما وقفت فيها أكثر كل ما زاد الدمج اللي جالك. محيط الدائرة حجمها يعني زاد 20. بالنسبة لهذا بوف، هذا بوف، هذا نيرف، هذا تقريبا بف، هذا بف لو انتر للالتي. ويتش دكتور الستنت بي المالديكت صارت ما تجي على اللي مشغلين بكي بي. خليني اتاكد لكم مالديكت صارت ما تجي على اللي يستخدمون بكي بي. بالنسبة لريث كينج مورتال سترايك سكيلتون دامج ريديوست، نرفوا الهياكل العظمية تبعت سكيلتون كينج. الفامبريك اورا صارت ما تعطي الكريبز اللي في اللين، بس لسه تعطي الكريبز تبعت اللي انت تتحكم فيهم، الهياكل العظمية اللي تستدعيها بريث كينج بس تستفيد من الفامبريك اورا. الفامبريك اورا هي سكيلة اللي تخليك تعمل لايف ستيل، فصارت بس تشتغل على الهيروات وعلى الكريباتك الخاصة، بس ما بتشتغل على الكريبز اللي في اللين. بالنسبة لللايف ستيل تبع السكيل نرفوه،
فامبريك اورا الان صارت تعطي دمج لانها اورا طبعا، فاحسب هذا الدمج لكل اللي معك. نص قيمة الدمج هذا حيكون للهياكل العظمية تبعيتك، يعني ماكس ليفل 24 كل هيكل عظمي، الهيكل العظمي الواحد حياخذ 12، يعني كل هيكل عظمي حيزود دمجه 12. ممتازة للسكيلتونز وبنفس الوقت للهيروات يعني. زوس جالو نيرف. نيمبس صارت تستهلك 50 مانا اكثر. التالنت الريديوس ارك لايتنج دامج من 155 ل 145، مو هذاك النيرف بس لسه يعني نيرف، يعني اي رقم في دوتا يعتبر نيرف، فهذا نيرف بس مو نيرف قوي. هذا بالنسبة لكل شيء لهذا الباتش. طبعا بالمناسبة شباب، في ايتمات واشياء تعدلت امس تقريبا او قبل امس بعد ما نزل الباتش بكم يوم، ففي اشياء منها حطيتها في الجزء الثاني من الشرح للباتش، وفي اشياء بشرحها بالجزء الثالث. بس مبدئيا عشان تكونوا بالصورة، اشياء يعني اغلبها نيرفز، نيرفات نيرفات نيرفات، اغلب الاشياء قاعدين تشوفوها نيرفات، يعني ما في اي شيء بف فعلي، اغلبها نيرفز لانه الايتمات هذه اول مره تنزل في الجيم، وبعد ما نزلوها اكتشفوا انها بروكن فاضطروا انهم ينرفوها. وفي ايتمات لسه منها بروكن بس انه كانت بروكن بزياده، يعني كانت مبالغ فيها بزياده صارت قويه. طيب هذا بالنسبه للايتمات. بالنسبه للهيروات نفس الموضوع، نزلوا اشياء للهيروات كانت مبالغ فيها ونرفوها. انتي ميج جالو نيرف، كريستال ميدل جالها باف، دراو باف، لوندرويد تقريبا مه تعديل يعني، لا هو باف ولا هو نيرف. مورف جالو باف، اودي جالو باف، ريزر نيرف، الهيرو الجديد سناب فاير جالو باف، انداينج جالو باف، اورسا نيرف ونيرف، فجالو نيرف ما جالوا اي شيء ثاني بس نيرفات. فينجبل جالها تعديلات يعني نيرف وبف، والهيرو الثاني جديد فويد سبيريت جالوا بفات. طبعا بالنسبة للباتش اللي بعده اللي نزل اليوم تقريبا على الظهر، عدلوا تير 1 ايتمز، صارت تطلع من الدقيقة 7 مثل الخمسة. البلوك اللي كان حاطينه بالهيروز اللي حطوه بدل الستوت شيلد صار ما يشتغل على الهيروات اللي عندها يونيتس مثل الوحوش تاعت فيزيج او لوندرويد. بالنسبة للتعديلات اللي عملوها الايتمات، الستان دامج اللي هو الدمج اللي من الايتم صار فيزيكال، صار لو دخل بالارمر بدل ما يكون لو دخل بالماجيك وماجيك ريزيست، نفس الشيء الابسل. الكين اوبتيك تنرف، تراستي شوفل جالو باف، فايدد بروتش باف، مانجو تري باف، فامبريك فانجز نيرف باف نيرف، فيها نيرفين وباف نيرف، رينكو فاكويلا باف، بابلز جيفت نيرف، امب كلو نيرف، فيلوسفير ستون نيرف، مايند بريكر غيروا الايتم، صار ما ينقص مانا، صار يعطي اتاك سبيد وماجيك دامج بضربك، وصار ضربة على الهيروات تعطيهم سايلنس مدة 4 ثواني، باسيف كول داون الايتم 20 ثانية. الثيرد اي صار تعطي 7 من كل شيء، وتختفي 7 هذه اذا الايتم اختفى من عندك. تايتن سيلفر سلايفر تنرف، نرفوا منه كل شيء. نينجا جير جالو باف موف سبيد. بالنسبة للهيروات سي كي جالو باف، سي ام نيرف، دراو باف، امبر وهسكر باف، جاجر باف، لايف ستيلر نيرفات بسبب حركة السبورت لايف ستيلر نرفوه على طول، لوندرويد نيرف صار يضرب أبطأ،
مورفلينج ارمور زاد، فا باف لايف درين زاد، فهذا باف كمان. بالنسبة لبقنا، بالنسبة لريزر نرفوه، بالنسبة لريكي باف تيكيز نيرف، نيتشر سوري تريانت يعني اغلبها بفات، بف قول بفات بغض النظر بف. بالنسبة لفينج نرفوا السترينث و الفينجز اورا اتريبيوت نرفوها اول ليفل نفس ما هي، ليفل 2 و 3 و 4 متنرفة. هذا بالنسبة للجزء الثالث من الشرح. اذا عجبكم الفيديو يا ريت تدعموا بلايك وسبسكرايب، واذا حابين تنشرون القناة لناس جدد يا ريت تنشروها، ان شاء الله بساعدهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.